بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية لازلنا نتأمل في أحداث القيامة قيامة الرب يسوع ونتأمل في أصحاح عشرين من إنجيل يوحنا. وأصحاح عشرين بيتكلم عن ظهور الرب يسوع بعد القيامة ظهر أولا لمريم المجدلية أعظم امتياز أن ظهوره الأول كان لهذه الإمرأة ما كانش ليوحنا ما كانش لبطرس ما كانش لحد من الرسل كان لهذه الإمرأة ليه؟ لانها كانت تمتلك محبه عظيمه للرب يسوع مكافاه لمحبتها العظيمه للرب لانها كانت بتحب الرب حب عظيم لهذا ميزها الرب بان ظهوره الاول اعلن انه قام من الاموات اولا لمريم المجدليه وفي انجيل مرقس يوجه انتباهنا الى هذا يقول لك وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدليه وبعدين يقول ايه التي كان قد اخرج منها سبعه شياطين يعني التعليق في انجيل مرقس يخلينا نفكر ان الرب يسوع ظهر لها اولا ليه؟ لانه حررها من قيود صعبه اخرج منها سبعه شياطين كانت مقيده كانت مقيده بقيود جنسيه كانت سائره في حياه الخطيه مريم المجدليه الرب لما حررها واتغيرت شعرت شعرت بانها مديونه بكل حياتها للرب وعشان كده صارت تتنقل مع النساء لما الرب يروح مكان تروح معاهم كانت من مجموعه النساء اللي ماشيه في موكب الرب تخدم الرب كانت من ضمن النساء اللي بيخدموا الرب ايه السبب ان الرب اخرج منها سبعه شياطين وبذكرك ان انا قلت لك على الايه اللي في انجيل لوقا ان لما واحد يحس ان الرب سامحه عن حاجات صعبه هيحب الرب كتير هيحس انه مليون للرب كتير وممكن عزيزي المشاهد تبقى تقرا المثل اللي قاله الرب لسمعان سمعان الفريسي قال له لما الانسان يحس ان خطاياه صعبه اتغفرت محبته بتبقى كتير انما لما تحس ان الرب ما عملكش حاجه مش هتحب الرب فهي احبت الرب كثيرا جدا بسبب انها شعرت ان الرب سامحها على خطايا كثيره عظيمه وبسبب ان الرب حررها من القيود بتاعتها اخرج منها سبعه شياطين لهذا ظهر لها اولا لان محبتها كانت محبه عظيمه محبتها عظيمه ليه لانها ادركت ان الغفران اللي خدته من الرب غفران عظيم ليه لانها كانت مدركه انها كانت انسانه شريره جدا شعرت ان الرب سامحها شعرت ان الرب حولها من فاجره الى خادمه فحبت الرب كثيرا جدا من فاجره بتخدم الشيطان الى واحده مؤمنه بتخدم الرب شعرت ان الرب حررها من قيود صعبة جدا ارواح شريرة سبعة شياطين احبت الرب كثيرا ولهذا كانت اول شخص يظهر له الرب بعد القيامة عزيزي المشاهد حب مريم المجدلية شفناه تأمننا فيه في الحلقة اللي فاتت ازاي انها مع النساء وده برضو في انجيل مرقص اعود للآية للايه اللي بتقول قلتها قبل كده ان اشترت مريم المجدليه مريم ام يعقوب وسالومه الثلاثه اشتروا حنوطا عشان يتهنوا جسد الرب ده معناه انهم ما عندهمش ايمان ان الرب هيقوم او على الاقل ما عندهمش ايمان ان الرب هيقوم من الاموات بسرعه ليه رايحين يتهنوا الجسد بتاعه علشان الدهن ده كان هدفه ان رائحة لما يتهنوا واحد ميت آآ آآ زي ما مكتوب هنا حنوط لي آآ آآ علشان يتهنوه لما يتهنوا واحد ميت بالحنوط يبقى معناها عايزين يمنعوا الريحه انها تطلع من الجسد ان الحنوط تبقى ريحتها اقوى ده معناه ان رغم انها كانت تحب الرب حبا عظيما لكن ما كانش عندها ايمان ان الرب زي ما قال هيقوم لان لو كان عندها ايمان ما كانتش صحيح حبها حيث تعمل حاجه للرب بس كانش تعمل العمل ده ما كانتش هتقوم كده ويقول الكتاب انها وصلت وايه؟ وكان الظلام، يعني كان في ظلام، يعني دي اورشليم كانت مليانه ناس غريبه في الوقت ده لان ده كان عيد الفصح وده كان في منتصف عيد الفصح تقريبا، يعني التوقيت اللي راحت فيه ده اول الاسبوع اللي هو يوم الحد في الفجر ده كان في منتصف اسبوع الفصح ومدينه اورشليم فيها اعداد ضخمه من الغرباء وكتير من الغرباء كانوا بيبيتوا لان كان بيبقى في ازمه في الاماكن المبيت كانوا يبيتوا تحت السور بتاع المدينه هي والمري... والنساء اللي معاهم ولا همهم الحب خلاهم يجسفوا ولازم نروح ولازم ومش مهم طب استنوا لما الدنيا تنور ده في غرب كتير في المدينه لا مش مهم المحبه كانت مشتعله في داخل مريم المجدليه وفي داخل الاثنين اللي كانوا معاها لما مريم ام يعقوب وسلومة لكن محبه عظيمه وقدرها الرب الرب بيقدر الحب الرب بيقدر الحب جدا 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 بيقدر المحبه اللي في قلب الانسان لكن كانت محبه بدون ايمان لانها رايحه تتن الرب وعلشان الريحة ما تطلعش والرب هيقوم من الأموات ما عندهاش إيمان بالقيامة عكس أفكرك عكس أخت العازر أخت العازر دي اللي هي آآ آآ اسمها مريم أيضا يقول الكتاب إنها لما دهنت الرب دهنت الرب قبل ما يتصلب وبرضو اقرأ لك من أصحاح 14 إنجيل مرقص بيقول إيه عن مريم أخت العذر يبقى إذا مريم أخت العذر كان عندها حب للرب المجدلية كان عندها حب للرب وإنما الفرق بين الاثنين إن مريم أخت العذر كان عندها إيمان إن الرب هيقوم من الأموات وعشان كده الطيب اللي كان عندها الغالي الثمن ما, اه ما احتفظتش بيه لغايه ما الرب يموت وتروح القبر مع مريم المجدليه والاثنين اللي معاها؟ لا لانها كانت متاكده ان الرب هيقوم من الاموات، اتاكدت منين؟ انها امنت باللي قاله الرب كانت بتقعد عند رجليه وتسمع كويس والرب كان تنبا انه هيقوم في اليوم الثالث امنت ان الرب هيقوم قالت لا الطيب اللي عندي ده قبل ما يموت وهو حي احطه على جسده لاني هو مش هيقعد في القبر ده في اصحاح 14 هو الرب قال كده عملت ما عندها بيتكلم عن مريم اخت العازر كان عندها ايمان ما كانش عندها حب بس كان عندها حب زائد ايمان حب زائد ايمان زي اديلك مثل في العهد القديم زي ابراهيم لما قدم اسحاق وإسحاق على فكرة أحد الأمس... الرموز في العهد القديم لموت الرب وقيامته لأنه هو رايح كان في حكم الموت و... وهو رايح إبراهيم يقدمه كان في حكم الموت لما ما م... رجع حي فعشان كده مثال لموت الرب وقيامته وهو رايح في حكم الموت هو راجع قام من الموت لكن هو ما موت حرفي لكن كان في ذهن ابراهيم ان اسحاق مات. لما ابراهيم بقى قدم اسحاق كان ايه؟ كان عنده حب للرب 100% آه ما منعش ابنه عن الرب لما الرب قال له قدم لي اسحاق قدم كان عنده في نفس الوقت ايمان ايمان انه لما يقدم اسحاق على المذبح واسحاق يموت اسحاق هي... هيقوم من الاموات كان عنده ايمان بالقيامه كان عنده ايمان ان اسحاق هيموته ذبيحه للرب لكن الرب هيقومه كان عنده الاثنين المحبه والايمان محبه للرب وصدق الرب لازم يبقى عندي الاثنين المحبه والايمان او بلغه رسول بولس اعتقد في رساله غلاطيا الايمان العامل بالمحبه فأخت اخت العازر مريم قال عنها الكتاب قال عنها الرب نفسه عملت ما عندها يعني الطيب اللي دهنت بيه الرب بس دهنت بيه الرب وهو ايه وهو في القبر لا دهنت بيه الرب قبل ما يتصلب في في الاسبوع الاخير من حياه الرب بالجسد على الارض يقول لك ايه الرب قال ايه عملت ما عندها ده الحب قد سبقت شوف كلمه سبقت حط تحتها خط ودهنت بالطيب جسدي للتكفين يعني حط بقى خط تحت كلمه للتكفين طب يا رب التكفين ده للجسد لما يبقى في القبر لا ما هي عندها ايمان ان انا هقوم من الاموات وانها ما فيش ضروره انها تروح القبر اساسا وعشان كده ما تلاقيهاش راحت لم تذهب مريم اخت العازر الى القبر مش لان ما كانش عندها محبه لا كان عندها محبة بس كان عندها إيمان إن الرب لن يظل في القبر زي ما الرب قال وزي ما داود تنبأ ألف سنة قبل الميلاد تنبأ في مزمور 16 إن الرب جسده لن يرى فسادا لن يرى فسادا يعني مش هيتعف مش هيجرى حاجة وإنه هيقوم ده تقرأ ده في مزمور 16 مريم المجدليه كان عندها حب كبير لكن لم يكن لديها ايمان بان الرب سيقوم من الاموات وعشان كده وهي رايحه معاهم ارجع ل واضح طبعا الحب زي ما قلت لك راحت و والدنيا ظلام كان في ظلام وما همهاش ان في ناس نايمه وغريبه ممكن يعتدوا عليها كان عندها حب شديد جدا جدا للرب والرب قدر الحب لكن ما كانش عندها آآ آآ الايمان وشوفوا هم رايحين انجيل مرقس اقرا لك برضو من انجيل مرقس اصحاح 16 قبل ما ارجع ليوحنا عشرين يقول ان هم, هم رايحين كان يقولنا فيما بينهن مريم المجدليه مع الاثنين اللي معاها من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر مين اللي دحرج لنا الحجر ما احنا عايزين ندخل ونتن ون... ون... الجسد بال... بالحنوط مين يدحرج لنا الحجر لأن وبعدين بيقول الكتاب في آية اربعة لأن الحجر كان عظيما جدا بس اللي حدث طبعا إن في ملاك طبعا الرب قام والحجر موضوع الرب مش لما تشال الحجر الرب طلع من القبر لا مش زي قيامه لعازر لا الرب طلع من القبر والحجر محطوط على الحجر اللي بيسد باب القبر موضوع ال انما جه الملاك بقى ودحرج الحجر عشان ال 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 الناس التلاميذ المريم يشوفوا ان القبر فاضي فيؤمنوا بقيامة الرب لكن لازم تبقى عارف ان الرب قام والحجر موضوع والحجر التقيل ده اللي يقول عنه الكتاب عظيما جدا الحجر ده كان موضوع لان الرب قام من الاموات زي ما قلت لك في حلقه سابقه بارادته والقيامة القيامه اشترك فيها الاب والابن والروح القدس الثلاثه لان التلاته هم الاله الواحد فعشان كده احيانا تلاقي ايات اقيم المسيح كما اقيم المسيح حد أقومه ده هنا الحديث ان الان وممكن تلاقي آآ آآ لكن هو قال يعني قال في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني انقضوا هذا الهيكل على جسده وانا اقيمه فهو اقام جسده التلاته والروح كمان فالرب يسوع لأن الإله بقى القيامة عمل عمل الله مش محتاج نشيل الحجر ده يقوم ويطلع من الحجر والحجر موجود عزيزي المشاهد ايه اللي حصل بعد كده هرجع لانجيل يوحنا بس حبيت اقول كده عشان احنا لازم ننمو في حاجتين زي المؤمنين بتوع تسالونيكي ننمو في المحبة نحب الرب أكتر ونطلب أن الروح القدس يملانا بمحبة الرب وإيماننا مش نجبة في المحبة بس زي المؤمنين بتوع تسالونيكي في المحبة وفي الإيمان لازم إيماني تقول لي أؤمن بيه أؤمن بالوعود اللي قالها الرب أؤمن بالوعود العظيمة إنه هيكمل عدد أيامي إنه هيفدي من الحفرة حياتي انه هيسدد كل احتياجاتي لان هو الراعي بتاعي اؤمن بالكلام اؤمن وتصرف وانا حاطط في قلبي ان وعوده ليا هتتحقق المجدلية ما كانش عندها ايمان باللي قاله الرب انه يقوم من الاموات ما عندهاش ايمان او ما فكرتش في الموضوع ده تصرفت بالحب فقط احنا هنتصرف بالحاجتين بالمحبة والايمان الايمان بيشجعك يعني انت بتحب الرب بتضحي ده حب انما يجي الايمان بيقول لك ايه بقى طب بس خليك واثق في وعد الرب ان اي حاجه هتضحي بيها هتاخد عليها مكافاه مئة ضعف ده الايمان حب يخليني ادي والايمان يخليني اثق ان انا لما ادي مش هخسر ان انا كل اللي بديه الرب بيكافئني عليه مئة ضعف كل اللي بديه عن حب للرب باخد عليه مكافاه الوعود بتقول كده ومكافآت في في هنا ومكافآت في الأبدية في الحلقة اللي فاتت قلنا إن إنجيل يوحنا أصحاح 20 بيقول إن المجدلية سبقت الاتنين اللي كانوا معاها من محبتها الشديدة جريت جريت على القبر جريت للقبر ده كان خارج أورشليم جريت على القبر وبعدين لما لقيت الحجر مرفوع الملاك رفعه على طول اتلخبطت لانها مش متوقعه ده هما كانوا بيقولوا مين يدحرج لنا الحجر اول ما شافت ان الحجر اتدحرج كده ويمكن بصت كده ما لقيتش الجسد فجريت جريت بقى رجعه ليه جالها فكره ما ما عندهاش ايمان ان الرب يسوع هيقوم من الاموات، جالها فكره ان حد نقل الجسد من مكانه، حد نقل مفيش جسد، فراحت جريت، جريت ايه بقى؟ تستغيث تستغيث بمين؟ فرجعت الى اورشليم بسرعه يقول لك الكتاب ركضت، ركضت يعني جريت، الحب بيحركها بتعمل امور الامور في علاقتها مع الرب بسرعه مش بكسل باسم الرب يسوع مش متكاسلين في عباده الرب ولا في خدمه الرب اقرا الانجيل بالعافيه آآ آآ لا اطلب ان الرب يملاني بالروح وان الروح يديني حماس واجري زي المجدليه رجعت تستغيث راحت لمين راحت لبطرس ويوحنا ليه هي دول توقعت ان هينجدوها وهييجوا معاها لأن ارحلهم بدري يعني اتخبط عليهم بدري تعالوا معايا ده في حاجة حصلت فكانت تثق في سمعان وتثق في يوحنا إنهم مش هيخزلوها لأنها رجعت جري عشان تجيبهم وباسم الرب يسوع احنا كمان نبقى زي بطرس ونبقى آآ آآ زي يوحنا الناس ع... تبقى عارفة إن احنا مش ممكن نخزلها وإن لو في ايدينا نساعدهم هنساعدهم ومش هنكسل فيه مساعدته بطرس ويوحنا ذهبت اليهم هما الاثنين لانها حست ان دول مش هيخذلوها دول دول عطائيين ناس عندها عطاء ما دام في ايدهم يساعدوني مش هيقولوا لا ده معاد بدري وعايزين ننام لا 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 مش هيحصل كده ركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه ده مين التلميذ ده يوحنا اللي كاتب الإنجيل بس بيوصف نفسه ب... لأنه حاسس أن الرب بيحبه شيء رائع أنك أنت كمان تبقى حاسس أن الرب بيحبك وهو في الإنجيل قال أن الرب كان بيحب العائلة بتاعت العازر و... ومريم فهو اكتر حاجه يوحنا بيركز عليها انه محبوب وانت كمان لو ليك علاقه مع الرب اكتر حاجه تركز عليها ان يسوع بيحبك يعني هنا بدل ما يكتب اسمه بيقول لك والى التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه فانت تقدر تقول عن نفسك انا يسوع بيحبني زي ما قال بولس عن نفسه الذي احبني يقول عن الرب يسوع الذي احبني واسلم نفسه لاجلي وراحت قالت لهم ايه اخذوا السيد السيد تقصد به الرب يسوع من القبر ولسنا نعلم بالجمع يعني احنا كلنا انا واللي كانوا معايا الاثنين اللي ماشيين محدش فينا عارف ولسنا نعلم اين وضعوا ايه اللي حدث الاثنين تجاوبوا زي ما كانت متوقعة لم يغزلوها تجاوبوا عشان يروحوا معاها ما ما أجلوش الموضوع في نفس الوقت ده موضوع يتعلق بالرب يسوع اللي بيحبوه محبة غير عادية محبة غير عادية يقول كده الكتاب ايه يقول لك فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتيا الى القبر المجدليه آآ آآ قالت لهم فجريوا وراحوا القبر وهي كمان ذهبت الى القبر من جديد مره اخرى وايه اربعه جميله قوي 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 وكان الاثنان يركضان معا يعني هما الاثنين رايحين القبر ايه بيجروا يبقى عندنا مريم المجدليه ركضت وعندنا الاثنين دور اه اه يركضان يركضان يعني بيجروا اه في امور الرب كل حاجه تتعلق بعلاقتنا بالرب في امور علاقتنا بالرب ممنوع الكسل باسم الرب يسوع لا نكون متكاسلين في علاقتنا مع الرب ونتعلم من المجدليه ونتعلم من بطرس ونتعلم من يوحنا ان احنا نعمل امور الرب بكل حماس عزيزي المشاهد اني معايا هذه الحلقه وانت بتقول مع الرب يسوع هبقى كل يوم حماسي اكثر من اليوم السابق الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب ثقف الدم هديه مجانيه من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تاجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأية استفسارات او طلبات خاصه نصلي معكم من اجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة اس ام اس على صفر اتناشر خمس وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية